بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية فدرالك صوماليا مقعد دوينها صوماليا محكمة قبل كبنادر قيبت عقابتها لانت تشيغا ما انت هاي تاريخ دوتهاي شيء لباتنك بيش شناد لباكن أفري لباتنك محكمة قبل كبنادر روحي كل واقع يساسي وفق صنقضة وكبغالي لباتن فقريزي استدحات إحير كهبك عقابت صوماليا حكم كيس دعوداتك عقابتها إيه لمبر كيسو يحي كون أفرتي شن لباكن سدحا لباتن كاسو يدي سنيال كيهين كو محمد إبراهيم أحمد إنا سهر حسين عمر باشا الله بيت تبان كيبيش اللي باتكون سقال بقول لسا عشان كي كل شكينيا أهانا سرقال كتير سن واحدة اي سي تي اي هي هي يدى صعدال كي جنسية دا جمهورية دا فدرال في صوماليا حدا نم قناعة كنا اي دا يسن قضبادا لو بقول لفرتين اللي حفق ردي سكوبات اي حركة عقاب صوماليا اي قضب كالبات فق ردي سكوبات لبات دي سدحات قول الله أخي قدم كسيدي دي لباتنات شرعي كورتك على عقدق دي مال قلنت أرقى قاسدا قول الله سي أخي قدم كسيدي سقالات فقردي سكوبة حرف كي سباه لابو عبد الرحمن محمد علي عالي إن حاوش عثمان لشاي أفرتي بيش سدحات كون سقال بقول سيديتي أفرتي كل شيء مقدوش أهانا أقاسمي هوري أي واحدة أجانب هي تسعدال كي جنسية الجمهورية الفدرالية الصومالية حدنا مقناعة كنا أيضا سنقضوا بدل لابو بقول أفرتني كو فقرديس كوبات للآخرية تدباتي كو حرق عقاب الصوماليات إيا قضب كسدح بقل لحدة اللح للآخرية تدباتي كو سدح بقل لحدة للآخرية تدباتي كو إيا حرق عقاب الصوماليات إيا قضب كاللبات فقرديس كوبات لبادي سدحاد للآخرية قضب كسدد لباتنات إيا شرعي كورتق على عقلقين دي مالقلين تارق جحسدة وللسي أخي قضب كسدد سقالات فقرديس كوبات حرف كي سبا إيا حرق عقاب الصوماليات سدح أبوكر حسن آذن إن صفية محمد حسن رشيكودي بشيكوبات كون سقال بقول السقاشن كي أهانا سرقال كتر سن واحدة أجانب تا إيه هيدا سعدال كي جنسية الجمهورية الفدرالية الصومالية حدنا مقنعة كنا إيه دي سن قضب بدل أو بقول أفرتي لح فقردي سكوبات إيه حيرك عقاب الصومالية إيه قضب كالباد فقردي سكوبات لباد إيه سدحات أولا لا أخي قضب كسدي دي لباتنات إيه شرعي كورتق على عقلق دي مارقلين تأرقى حسدا أولا لسي أخي قضب كسدي سقالات فقردي سكوبات حرف كي سبا إيه حيرك عقاب الصومالية أفر محمد حسين نجاي إن مريم موسى حسين بشيء تضوي تبقى كيبيش تبان تكون سجال بقول سجاش يسد حدي كورد شيء دقمة بون دايرة قبل كأوضل كورد شيء دقمة بورة قبل كأوضل أهانا سرقال كتير سن واحدة جانبتا إيه هي يد صعدال كي جنسية ده هذا نما قناعة كنا إيه سن قضوا بدل لو بقول أفرتين لح فرديس سكوبات إحرك عقاب صومالية يقضب كلبات فرديس سكوبات لبات يسد حد أولا لا أخي قدم كسيدي لباتنات إيه شرعي كورتك على عقدك دي مالقلين تأرقى حسدا أولا لا سي أخي قدم كسيدي سقالات فقدي سكوبة الحرف كي سبا إيه حيرك عقابة الصومالية شان عبد الله داهر وهلية هنا أباح عبد علي كل شيء دقمة بلدوين إيه قبل كهيران كوي تبنكي بيش كوي تبنات كون سقال بغو سيدي سيدي دي أهانا فولية خزنجي إيه لانتا بنكي قدح إيه قرونك آدن حد حدنا مقناعة كنا إيه دي سن قدم بدل لابو لأفرتي كو فردي سكوبة لا أخي قدم كوي تضباطنات إحاك عقاب الصومالية يقدم كلبات فردي هيسا كوبا لبات هيسا دحاد أولا لا أخي قدم كسيدي دي لباتنات إيه شرعي كورتق على عقدق دي مال قلنت أرقق حسدا أولا لا سي أخي قدم كسيدي سقالات فردي هيسا كوبا حرف كيسا با إحاك عقاب الصومالية تضبو عبد الله محمد أحمد إنا سهر خليف حرسي دشي سدح دي بيشي لبيتو منات كون سقال بقول سقاشن كي عثمان لح عثمان حسن عصبله إن عبلا راجع عوالة دشكو بيشكو بتكون سجال بقول لحد عشانتي كل دش بلدوين أهانا أجاسم مكوحين كي هراء أجاسمه أجاسم مكوحين كي هراء أجاسم مكوحين كي هراء جود إيه هذا سؤال كي جنسية ده هذا لما قناعة كنا إيه ده سقطب كلام بقول أفرتني كو فقردي سكو بدل آخر قطب كتباتي كو حرك عقاب الصومالية إيه قطب كلام بعد فقردي سكو بدل لبعد إيه سدحات أولا لسي أخي قدم كسديد اللباتنات شرعي كورتك العقدق دي مال قلنت أرقى حسدا أولا لسي أخي قدم كسديد سقالات فقدي سكوبة حرف كي سباء حرك عقاب الصومالية تضوب عبد الله محمد أحمد إن سهر خليف حرس الشيء سدح دي بيش لبا يتبانات كون سقال بقولي سقاشن كي كل الشيء حمر أهانا أقاسمي واحد أي سي تي أحفيس كانت دورة قودة قرنك هدنا مقناعة كنا دي سن قدمك لا بقول أفرتي لح فقردي سكوبة حرك عقاب الصومالية هي قطب كلاو بقول سديت هي لوا فخردي سكوبات هي سدحات هي حركة عقاب الصوماليات هي قطب كلابات فخردي سكوبات لبات هي سدحات ولا لا أخي قطب كسديت اللواتنات هي شرعة كورتك على عقدك دي مال قلنت أرجع حسدا ولا لا سي أخي قطب كسديت سكالات فخردي سكوبات حرف كيس باء هي حركة عقاب الصوماليات س
سيديد عبد كافي حسن محمد إن الرابية أحمد حسن رشيد لبي كوي لبعتن كي بيشي لبي تمانات كون سقال بقول سيديتي سيديدي كورنا شغال كايو أهانا أجاسيمي مملكة مالية دا إيه هي دا سعودية الجنسية دا جمهورية الفدرالية الصومالية حتى أنا مقنعة كنا هذا سنقطب كلاو بقول أفرتني كو فقردي سكو بدلا في قطب كتباتي كو بعد حركة عقاب الصوماليات إيه قطب كلا بعد فقردي سكو بعد لبعد يسدحات ولا لا في قطب ك سيديدي لبعتنات الشرعي كورتك العقدة دي مالجلين تعرف حسدا ولا لا سيا في قطب كصدية سجالات فقردي سكو بعد حرف كيس باء حركة عقاب الصوماليات سجال جعفر محمد أحمد هنا صالح أحمد حيلة الشيء تبان كي بيشو تبانات كون سجال منتدباتي لبعدي كورنا شجوهر أهانا أجازيمه جود هراء واحدة داخلية ده وزارة المالية ده حكومة الفدرالية الصومالية حتى أنا مقنعة كنا هذا يسنقط بعض الله بقول كنت عشان حركة عقاب الصومالية هي قدم كلامي تبانات أفرتين هي لحد فخري يسكو بعد هي قدم كنت عشانات شرعي خور شرعي جمارية المالية جود طبعا عبد القادر علم علي عبد ال إن حبيب علي حسن رشيد لبي تبان كي بشي لبي تبانات كنت سجال بقول سديتي سديدي kooda shakeeniga ahaan agaasimii guud ee hore ee hay'adda socdaalka jinsiyadda haddana maqnaa kuna eedaysan qodobada 241 faqradiisa koobaad lala aqiyo qodobka 7 koobaad iyo qodobka 255 xeerka qaab Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo 46aad faqradiisa koobaad iyo qodobka 105aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad faqradiisa koobaad 2aad iyo 3aad oo lala aqiyo qodobka 82aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 39 fikradiisa koobaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed 12 maxamed aadan jimcaale koofi ina madina maxamed nuur dhashay 12 bisha 10aad 1985 ku dhashay beledweyne ahaana agaasimiyi guud ee hore ee hay'adda socdaalka jinsiyadda haddana maqana ah kuna eedaysan qodobada 241 fikradiisa koobaad lala akhriyo qodobka 72 koobaad iyo qodobka 255 iyo qodobka 248 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo 46aad faqradiisa koobaad iyo qodobka 105aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad faqradiisa koobaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyo qodobka 82aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii aqriyo qodobka 39aad faqradiisa koobaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed 12 muxuddin xasan jurusaabi إن آمنة أحمد بسيا دشاي لواتن كي بيشا أفراد كون سجال بقول لحنا سديد كودا شد دقمة آدم يبال قبل كشبة لدى دحى أهانا أجاسمي هراء واحد عن شورا بريجا وسارة مالية حكومة الفدرالية الصومالية حتى أنا مقنعة كنا آديسن قضى بدل الله بقول أفرتيكو فخدي سكوبات لا في قضب كتبات سكوبات حركة عقاب الصومالية هي قضب كلا بعد فخدي سكوبات لبعد يسدحات ولا لا في قضب سديد لبعتنات ee sharciiga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala akhriyo qodobka 39 fikradiisa koobaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed hukumka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ka duuleysa qodobka 122 iyo qodobka 123 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed waxay koow eedaysanay maxamed ibraahim axmed oo maqana ah ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 246 fikradiisa koobaad ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga sidoo kale waxay ku heshay fuldimiyeedka ku xusan qodobka 2aad faqradiisa koobaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyo qodobka 82aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 1 sano oo xariga waxayna ku xukuntay xarig wadartiisu dhan tahay 4 sano 2 waxay eedaysanay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Caadle oo maqana ah ku heshay fuldimiyeedka ku xusan qodobka 241 fakhradiisa koobaad 2072 xeerka ciqaab Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 4 sano oo xarig ah iyo inuuna qaban karin xafiis dawladeed si joogto ah waxayna ku weysay dhammaan faldimbiyeedyada kale ee ku xusan qodobada 366 xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad fakhradiisa koobaad 23aad oo lala aqriyo qodobka 82aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ولا لا سيا في قدم كسود الدنيا سجل في خدي سكوب الحرف كي سبا إحرك عقاب الصومالية سدة وحي هذا سنة أبوك الحسن هذا أم قناة أكوها شوف الدبيت كوه سن قدمك لا أبغى الأفرت يلح في خدي سكوب الحرك عقاب الصومالية وحي نوقح وحي نكوح كنتي وحي نوقح كنت سدة سنة أو حرجة سجل وحي هذا سنة
sidoo kale waxay ku heshay fuldibiyadka xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad iyo labaad ee xeerka qodobkiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo la laabtay qodobka 28aad ee sharciga kortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna u xukuntay hal sano oo xariga waxayna ku xukuntay xukun wadartiisu dhan tahay 4 sano oo xariga afar waxay eedaysanay maxamed xuseen nigeeye oo maqane ah afar waxay eedaysanay maxamed xuseen nigeeye oo maqane ah ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 246 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxayna ku weysay dhammaan faldimbiyeedada kale ee ku xusan qodobka 2 faqradiisa koowaad 2 iyo 3aad oo lala akhriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed shan waxay eedaysanay Cabdullaahi Daahir Wehliye oo maqane ah ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 241 faqradiisa koowaad lala aqriyay qodobka 71aad ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo inuuna qaban karin xafiis dowladeed si joogto ah waxayna ku weyday dhammaan faldimbiyeedada kale ee ku xusan qodobada 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii aqriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba lix waxay eedaysanay Cusmaan Xasan Cusoble oo maqanaha ku weyday dhammaan faldimbiyeedada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala aqriyay 71aad iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii aqriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka beri yeeshay eedahaas todoba waxay eedaysanay Cabdalla Maxamed Axmed oo maqanaha ku weyday dhammaan faldimbiyeedada ku xusan qodobka 246 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 282 faqradiisa koowaad iyo 3aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo lala sii aqriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ka beri yeeshay eedahaas sideed waxay eedaysanay Cabdikaafi Xasan Maxamed oo maqanaha ku weyday dhammaan faldimbiyeedada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala aqriyay 71aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii aqriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka beri yeeshay eedaha lagu soo eedeeyay sagaal waxay eedaysanay Jacfar Maxamed Axmed oo maqanaha ku weyday dhammaan faldimbiyeedada ku xusan qodobada 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 21aad 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 25aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud waxayna ka beri yeeshay eedahaas toban waxay eedaysanay Cabduqaadir Cilmi Cali Cabdul oo maqanaha ku weyday dhammaan faldimbiyeedada ku xusan qodobka 241 faqradiisa koowaad lala aqriyay 71aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 255 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 21aad iyo qodobka 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 25aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii aqriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka beri yeeshay eedahaas lagu soo eedeeyay 11 waxay eedaysanay Maxamed Aadan Jimcaali Kuufi oo maqana ah ku weyday dhammaan faldimbiyeedada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala aqriyay 71aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 255 248 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 21aad iyo 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 25aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka oo lala sii aqriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ka beri yeeshay dhammaan eedahaas lagu soo eedeeyay 21 waxay eedaysanay Muxuddiin Xasan Juru Saabey oo maqanaha ku weyday dhammaan faldimbiyeedada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad lala aqriyay 71aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 2aad iyo 3aad oo lala aqriyay qodobka 28aad ee sharciga ka hortaga
لعق رغيدة إيه مال قلت أرجع السدة ولا لسي أخي قطبك صدني سجالات فقدي سكوب أتحرف كيس باء حركة أقاب سوماليات وحين كبري يدهاس وحي محكمة فرعي سادمان هي أدها أي كتر سينهين أدي سنياشة محكمة الدين بيوكو ويدي إن حقوق ضد الشرعي يوسو عليان حكم كان عدة أن كون قنعين وحا أفرا رعفان كو سمننتو وشرعي قلت المامي حكم كان وحا لقارمان تو يتاريضو تهاي شانية لباتن كبش شانات لباكن أفريا لباتن وبالله توفيق.